بكم بدرس جديد من أسئلة اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية، واليوم عندنا أسئلة الصف السادس ابتدائي English for Iraq 6th Primary Monthly Examination in English Unit 5 الوحدة الخامسة. راح نتعلم اليوم أسئلة جديدة اللي هي أسئلة اليونت الخامس، راح نتعلم على حلها وأيضا شنو ممكن يجينا باليونت الخامس من أسئلة، وأيضا شلون نجاوب على هاي الأسئلة. مثل ما تشوفون أمامكم على الشاشة عندنا هاي هي نموذج الأسئلة وأيضا نموذج الأجوبة الصحيحة لها. أول شيء راح ناخذهن سؤال سؤال ونشوف. عندنا مثل ما تشوفون هنا question 1 read the passage then answer the questions by true or false. يقول لنا اقرأ القطعة الآتية واكتب كلمة true أو false للجمل الآتية. Choose 5 أو 5 only، اختر 5 فقط. علي هذا السؤال 5 marks 5 درجات. راح نقرأ السؤال أول شيء ونشوف شنو موجود عندنا به. يقول لنا human have landed on the moon 6 times. 12 astronauts have walked on it. In the future, I think human will go to Mars. Mars is a lot farther from Earth than the moon. The quickest travel time will take about 9 months. Scientists think that there is probably water on Mars. By 2050 or 2050, we will have faster spaceships. I don't think human will go to farther planets from the sun, Uranus and Neptune. إذن هاي هي القطعة، راح أقرأها مرة أخرى وأترجم هالمرة المعنى. يقول لنا humans have landed on the moon 6 times. يقول لنا البشر هبطوا على القمر 6 مرات. 12 astronauts 12 رائد فضاء have walked on it، مشوا على القمر. In the future، في المستقبل، I think human will go to Mars، أعتقد بالمستقبل البشرية راح تروح إلى المريخ. Mars is a lot farther from Earth than the moon. المريخ أبعد عن الأرض من القمر. The quickest travel time will take about 9 months. أقصر رحلة ممكن تطول 9 أشهر إلى المريخ. Scientists العلماء think that they is probably water on Mars. العلماء يعتقدون انه اكو ماء على المريخ. By 2050 2050 ايضا we will have faster space ships. راح يكون عندنا faster space ships، راح يكون عندنا مركبات فضائيه اسرع. I don't think human will go to farther planets from the sun. يقول أنا ما أعتقد إنه البشرية ممكن تروح إلى كواكب أبعد من الكواكب المجموعة الشمسية أو الشمس. أورانوس and نبتون، اللي هي منها أورانوس and نبتون، اللي هو كوكب أورانوس ونبتون. هاي بالنسبة للقطعة قريناها افتهمنا معناها. هسا راح نجي على النقاط اللي أمامنا اللي هي 6 نقاط. مدام 6 نقاط لازم نجاوب على 5 نقاط فقط، تمام؟ كل 6 نقاط نجاوب على 5 نقاط فقط. عندنا number one human have walked on the moon. يقول إن الهيومن البشر مشوا على القمر. هذا الشيء true or false؟ true or false؟ بالتأكيد هذا الشيء true. ليش؟ لأن الهيومنز walked on the moon 6 times، مشوا على القمر 6 مرات. إذن
True. عندنا نمبر 2، مارس از فارذر فروم ذا اير ذان ذا مون، المريخ ابعد على الارض من القمر. ايضا هذا الشيء شنو شبيه؟ هذا الشيء ايضا صحيح، المريخ ابعد عن الارض من القمر. نمبر 3، it will probably take 9 years to travel to Mars. يقول هو ممكن تاخذ 9 سنوات حتى نوصل للمريخ او حتى نسافر للمريخ. هذا الشيء مو صحيح، لان الرحله للمريخ من الارض تاخذ ايش قد؟ How many months؟ Very good. Very good. هنا مثل ما ذكر it take about 9 months، ممكن تاخذ 9 اشهر. اذا هنا ايش راح يكون عندنا؟ False. Number 4، scientists think that there is water on Mars. Scientists، العلماء، think that there is water on Mars. يعتقدون اكو water on Mars. هذا الشيء true or false؟ Yes, true. 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 Scientists think there is water on Mars. هذا الشيء ايضا صحيح. Number 5، spaceships will be faster in 2050. المركبات الفضائية راح تكون faster in 2050، بعام 2050 أو 2050، طريقتين للفظ السنة. أيضا true، أيضا هذا الشيء صحيح. Number 6، Uranus is the farthest planet from the sun. Uranus is the farthest planets from the sun. يقول لنا أورانوس هو أبعد كوكب عن الشمس. مثل ما تعلمنا هذا الشيء مو صحيح. إذا هنا شو راح نكتب؟ راح نكتب false. Yes. هاي بالنسبة للسؤال الأول وطريقة الإجابة على السؤال الأول. ننتقل إلى السؤال الثاني، أو السؤال الأول بي، السؤال الأول بي اللي هو فرع بي من السؤال الأول، تمام؟ هذا عن القطع اللي أخذناهن بالكتاب وأيضا بكتاب النشاط. راح نقرأ القطع وراح يكون عندنا اختيارات لكل نقطة، تمام؟ حيكون عندنا اختيارات لكل نقطة، نكتب فقط رقم النقطة ورقم الاختيار. طبعا احنا اهم شيء ما ننسى تلقيم رقم السؤال. هنا question 1A وهنا question 1B، ونكتب from 1 to 5، اي 5 نقاط ما نترك منهن اي شيء، نجاوبهن كلهن، تمام؟ هاي بالنسبة ل البي. عندنا number 1، طبعا السؤال يقول choose the correct answer، اختار الاجابة الصحيحة. عندنا إجابات من بين الأقواس، ممكن نكتب الرقم والحرف للإجابة أو نكتب الرقم والإجابة كلها، تمام؟ إذا عندنا number 1، what did George Crumb invent؟ George Crumb، what did he invent؟ شنو اخترع جورج كروم؟ البوتاتو شيبس لو الفرنش شيبس، البوتاتو شيبس لو الفرنش شيبس، شنو اخترع؟ Very good. البوتاتو تشيبس، مثل ما تتذكرون اخترع البوتاتو تشيبس، اخترع عنا البوتاتو تشيبس. اذا راح يكون عندنا نمبر 1 راح يكون الاختيار مالتنا الاي. نمبر 2، what did the customer want؟ what did the customer want؟ شنو اراد الزبون؟ what did the customer want؟ soft fries، رادها مقلية ناعمة، لو كريسبي فرايز ورادها مقرمشة. soft fries لو كريسبي فرايز، very good، رادها كريسبي فرايز، راد كريسبي فرايز، رادها كريسبي مقرمشة. number 3، what did Mr. Crumb do first؟ what did Mr. Crumb do first؟ شنو سوى Mr. Crumb أول شيء؟ he grated the potatoes، لو he sliced potatoes thinly، هو قشر البوتاتو لو شرحها بنعومة أو شرحها ناعمة. لا، أول شيء هو he grated
The potatoes أول شيء هو قشر البوتاتوز grated the potatoes. إذن الاختيار مال number 3 راح يكون أيضا A. عندنا number 4 how did Mr. Chrome cook his new invention. Mr. Chrome شلون طبخ أو نعم طبخ الاختراع مالته الجديد. In the oven low in oil. وين طبخه أو شلون طبخه شنو طريقة الطبخ مالته. Very good. In the oil خلاه بالأويل بالدهن. Number 5. Did the customer like the new invention? Did the customer like the new invention? هل الزبون عجب الاختراع الجديد؟ Yes he did. No, no he didn't. Yes he did. نعم عجب الاختراع الجديد. The new invention. He liked the new invention. هاي بالنسبة للسؤال الأول B. هاي هي طريقة حلها بشكل صحيح. ننتقل إلى السؤال الثاني أي السؤال الثاني أي choose the correct answer between the products. اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. تمام عندنا إجابات ما بين الأقواس راح نختار الإجابة الصحيحة إلين. طبعا عندنا 6 نقاط راح نختار 5 only 5 نقاط فقط. طبعا هذا الفرع من السؤال عليه 10 درجات عليه 10 درجات. تمام هذا السؤال هو سؤال قواعدي. كل شيء اخذته من شغلات قواعديه بكتاب السادس ابتدائي راح يجيكم بالسؤال الثاني اي. عندنا نمبر 1 when i was younger من كنت صغير. My parents feed me لو fed me. Feed me لو fed me. طبعا هاي وحدة بزمن الماضي ووحدة بزمن المضارع. فراح تكون feed me لو fed me. Very good. Fed me. Fed me لان هو دي يقول when I was. When I was. When I was young. When I was young. Younger, my parents fed me. My parents fed me. يعني أطعموني. Number 2, a woolen scarf is thicker لو thickest than the cotton one. من تكون عندنا مقارنة ما بين اثنين ما بين شيئين. شقول thicker لو thickest. طبعا هنا راح تكون my woolen scarf is thicker than the cotton one. A woolen scarf is thicker than a cotton one. At number 3, in 2050 I think robots do all cooking and cleaning. Will do لو won't do. Will do لو won't do. يقول أعتقد ب 2050 الروبوتات راح تقوم بكل أنواع الطبخ والتنظيف. راح نقول عليها will لو won't. طبعا هو مدام ده يقول أعتقد راح أسوي إذن راح تكون will. لو يقول أعتقد ما راح أسوي إذن راح تكون won't. إذن هنا راح تكون will do all the cooking and cleaning. Number 4, yes, al Baroni was a mathematician who lived the 11th century in Lyon. طبعا the 11th century شو نقول عليه in the 11th century Lyon. The 11th century أكيد راح تكون in. أكيد تكون هنا in the 11th century. In the 11th century لأن مدام عندنا قرن احنا بدنا نتكلم عن تاريخ فراح يكون عندنا in. Number 5, flying by plane
طيران بواسطة الطائرة better in the future، راح يكون أفضل. will be لو will do، شو نخلي will be لو will do؟ مدام دا نقول راح يكون أفضل، إذن will be راح يكون will be better in the future. Flying by plane، الطيران بواسطة الطائرة، will be better in the future. Will be better. Yes. عندنا number six. Number six. Now our world fast. Change fast. Lu is changing fast. Now. مدام بدنا نقول الآن، إذا بدنا نتكلم بالزمن الحاضر أو المضارع المستمر. now الآن مستمر هو بعد عالمنا. إذا أقول changed بالماضي، لو أقول is changing بالمضارع، هذه إحنا الإي دي هاي مال الماضي، أما is changing فهي بالمضارع المستمر. أكيد راح يكون اختيارنا على المضارع المستمر اللي هي is changing. Is changing fast. Is changing fast. Our world is changing fast. عالمنا دي يتغير بسرعة. هاي بالنسبة للسؤال الثاني A. ننتقل إلى السؤال الثاني B. طبعا السؤال الثاني A كل 6 نقاط، نجاوب 5 نقاط فقط، تمام؟ ننتقل للسؤال الثاني B. أيضا نكتب رقم السؤال ونكتب الفرع الخاص بالسؤال. هنا عندنا كان A، هنا راح يكون عندنا ال B، تمام؟ يقول لنا match the questions in list A with their response in the list B. طابق الأسئلة بالقائمة A مع أجوبتها بالقائمة B. إذا راح نكتب الرقم ونكتب الحرف للإجابة الصحيحة، تمام؟ عندنا number one، how many planets are there؟ عدد الكواكب اللي موجودة. number two، which is the smallest planet؟ ياهو أصغر كوكب. number three، why is Earth called the blue planet؟ ليش الأرض تسمى بالكوكب الأزرق؟ number four، when is your birthday؟ شو وقت عيد ميلادك؟ number 5، what is your favorite planet؟ الفيفوريت بلانيت مالتك، الكوكب مالتك المفضل. عندنا ال A، because there is lots of water، لان اكو الكثير من الماء. B، there are 8 planets، اكو 8 كواكب. number E، number C، Mercury is the smallest planet. Mercury is the smallest planet. Mercury هو أصغر كوكب. D، my favorite planet is Venus. الكوكب المفضل مالتي Venus. Number E، it is on 7th April. هو بالسابع من April. إذن هسا عرفنا الأسئلة والأجوبة، هسا رح نقرأ ونختار الإجابة. عندنا number one، how many planets are there؟ عدد كواكب اللي موجودة. A لو B لو C لو D لو E، أكيد راح يكون B. There are 8 planet. Number 2، which is the smallest planet؟ يا هو أصغر كوكب، راح يكون الإجابة مالته C اللي هي Mercury is the smallest planet. إذن راح نكتب هنا C. Mercury is the smallest planet. Number 3، why is Earth called a blue planet؟ ليش الأرض أو كوكب الأرض يسمى blue planet؟ راح يكون الاختيار مالته A، because there is lots of water، لأن أكل كثير من الماء بها. Number 4، when is your birthday؟ شو وقت عيد ميلادك؟ راح يكون الإجابة E، it is on 7th April. Number 5، what is your favorite planet؟ الفavorite planet، الكوكب مالتك المفضل، يا هو راح يكون D، my favorite planet is Venus. إذن راح يكون D. هاي هي طريقة حل هذا السؤال، كتابة رقم
وكتابة الحرف فقط، وأيضا كتابة رقم السؤال حتى يقدر المعلم يعرف أنت تتكلم عن أي سؤال. هاي طريقة حل السؤال الثاني بأيضا عليه 10 درجات، إذا مجموع الدرجات على السؤال الثاني 20 marks، 20 درجة. عندنا question 3 أيضا مقسوم إلى فرعين A و B، مقسوم إلى فرعين A و B. الفرع A يقول لنا choose the correct word to complete the sentences. طبعا السؤال الثالث راح يكون vocabulary اللي هو عبارة عن مفردات. يريد من عندنا نختار الإجابة الصحيحة حتى نكمل الجملة، تمام؟ عندنا 6 نقاط، راح نجاوب على 5 نقاط. عندنا number one: there, Lou, there is only mom at home. Where are the children? يا there من عندنا راح نخلي هاي لو هذه. There or there, which one? Which one? أكيد راح تكون خلي هذه there. Yes, there is only mom at home. Now, where are the children? اختارينا هاي there. Number two, we lived here. لو here هاي here وحدة يسمع وهاي معناها هنا. Opposite the park. Opposite the park، مقابل البارك. Which one راح نخلي؟ هاي الهير معناها يسمع وهاي الهير معناها هنا. We lived here. We lived here. Opposite the park. Number three. My parents have sun. لو sun، هاي sun معناها ابن وهاي sun معناها شمس. And daughter، هو هنا شي اللي ديها هي son، لو son أكيد راح تكون son اللي هي الابن بما معنى ابن. And daughter، وبنت. My parents have son and daughter، أهلي عندهم ولد وبنية. Number four، my father لو father is an engineer. Father معناها الأبعد، هاي الأولى معناها الأبعد، وfather معناها أب. My father is an engineer، أنا أتكلم عن أبي. Is an engineer، هو مهندس. Number five، I have one brother. He is أو he is very good at sport. One فاز، و one يعني واحد. ويديريد، I have one brother. I have one brother، عندي أخ واحد. أخ واحد. I have one brother. He is very good at sports. عندنا number six. عندنا buy و buy. 2050 technology will be better. عندنا buy بواسطة أو يعني هاي buy لما يكون عندنا سنة نتكلم نقول عنها. أما هاي buy يشتري، فهاي مبينة من معنى مالتها buy فعل يشتري. إذا by 2050 بحلول يعني 2050 technology will be better، التكنولوجي راح تكون أفضل. إذا اختيارنا راح يكون الباي الأولى. نروح إلى السؤال الثالث B. السؤال الثالث B يقول لنا use the words in the box to complete the sentences، استخدم الكلمات اللي موجودة بالصندوق لإكمال الجملة. إذا راح تكون اختياراتنا من هذين الموجودات بالصندوق. عندنا invention اختراع، communication تواصل، number رقم، price سعر، information اللي هي المعلومات. عندنا number one the money you pay for something. The money you pay for something، الفلوس اللي تدفعها لشيء. إذا راح نكون هنا شنو الشيء الوحيد اللي يدل على الفلوس اللي هي price. Price هي السعر اللي يحدد الفلوس اللي راح تدفعها لشراء شيء. إذا price
is the money that you pay for something. Number two, it is getting easier to find because the internet. It is getting easier to get to find because the internet. ليكون الوضع أسهل للعثور عليها because the internet بسبب internet. شنية هي؟ أكيد information المعلومات. المعلومات information. It is getting easier to find information because the internet. إذن information information information. It is getting easier to find. يسهل العثور على المعلومات حاليا بسبب الانترنت. Number three, speaking to person is fast form of communication. Then speaking to person is the fast form of communication. التواصل او التحدث الى شخص هو اسرع طريقة للتواصل. إذن communication. راح نقول مثل نعم communication. التحدث هو أسرع طريقة للتواصل. Number four, the of pupils in the school is increasing. The number of pupils, the number أرقام أو أعداد the pupils التلاميذ أو الطلبة في ازدياد increasing تزداد. Number five, I think the computer is the most important. أعتقد الكمبيوتر هو the most important. أهم شنو؟ invention the most important invention the most important invention أهم اختراع. إذن اختارينا من بين الأقواس الكلمات المناسبة لكل جملة من ذني الجمل. إذن طريقة الإجابة هي بكتابة الرقم وكتابة الكلمة المناسبة للجملة فقط، ما نعيد كتابة الجملة كاملة. ننتقل إلى السؤال الرابع. السؤال الرابع راح يكون سؤال منوع. املأ الفراغات بالكلمات المفقودة أي فو the blanks with the missing words or letters بالكلمات مفقودة أو الأحرف مفقودة. عندنا number one yes number one. طبعا أنا حاطط لكم الإجابات حتى تكون واضحة لكم. نعم عندنا number one you are your it is. ايش راح تكون اختصار؟ اذا الجمله الاولى هي اختصارات. شو راح نختصرها؟ بحذف حرف العله الاول من الكلمه الثانيه صارت is. حذف حرف العله الاول اللي هو الاي من الكلمه الثانيه اللي هي الاز صارت it is. نمبر 2 هاي عندنا هنا حروف مفقوده. تمام عندنا حروف مفقوده. إذن هاي الكلمة بها الحروف المفقودة. تمام عندنا number two عندنا earth. طبعا هاي الكواكب عندنا earth عندنا earth وعندنا هنا اللي بعده حرف طلع مفقود اللي هو حرف الاي الحرف الأول. زين عندنا اللي بعده أيضا كوكب يا حرف مفقود من عند هذا الكوكب عندنا Saturn. إذن Saturn حرف ال Saturn. عندنا number three smaller. زين الهيفي شو تصير؟ طبعا نقلب الواي إلى I ونضيف لها ER. إذن شو راح تصير؟ heavier. heavy راح تكون بهذا الشكل. Number four possible كتابتها الصحيحة بهذا الشكل possible. تمام زين telephone شنو المفقود ب yes very good حرف الاي بالنهاية تي لي
فون تليفون. اللي بعده نايس نايسست زين الهوت شو تصير؟ نضيف لها اي اس تي هوت هوتست هوت هوتست. عندنا جو اب العكس مالها جو داون. زين انكريز شنو العكس مالها؟ انكريز بالزياد، ديكريز اللي هي راح تكون بنقصان. ديكريز انكريز ديكريز، جو اب جو داون، انكريز ديجري ديكريز. هاي هي طريقة حل التمرين الرابع او السؤال الرابع. اي عندنا السؤال الرابع بي هي جملة فقط نعيد كتابتها بشكل صحيح، راح تكون بهذا الشكل. نعيد كتابتها بهذا الشكل مثل ما تشوفون امامكم. هنا Jupiter is the biggest planet، راح نسويها Jupiter J capital لان بداية الجملة is the biggest planet، وراح نضيف فقط نقطة. إذن أول حرف راح يكون كابيتال ونهاية الجملة نقطة فقط، هذا التغيير الوحيد اللي راح يصير بالجملة. هذا السؤال عليه 5 درجات. أما السؤال الأخير اللي هو question 5 writing اللي هو الإنشاء، write an email to a friend، اكتب إيميل لصديق. طبعا هذا من الدروس السابقة أو من unit 3 ما تعلمناه ب unit 3 اللي هو الإيميل. راح نكتب إيميل إلى صديق، راح يكون بهذا الشكل to Ali at gmail.com subject homework dear Ali، يبتدي بـ dear Ali how are you today my brother said you didn't feel well yesterday because you had a cold I hope you were feeling better today at school we looked at using the internet my teacher said we should write an email for a homework for homework best wishes كرار او عمر او احمد. تكتب الاسم لازم يكون مختلف عن اسم الشخص اللي راسلته. بهذا الشكل نكون تعلمنا طريقة الاجابة على اسئلة يونت 5 اللي هي الوحدة الخامسة، وهذا كل ما يخص الوحدة الخامسة كنموذج. طبعا هذا ملاحظة مهمة، هذا نموذج تعليمي، الهدف منه تعلم طريقة الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة، وأيضا هو مراجعة لكل ما تعلمنا بالوحدة الخامسة. ما يعني أنه المعلم لازم يجيبه هذا مثل ما هو، أو شرط المعلم يجيب هذا الشيء مثل ما هو. هذا كل ما عندنا لهذا اليوم بنهاية الدرس. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس الإشعارات وضغط زر اللايك لدعم الفيديو ودعم القناة. إلى اللقاء في درس آخر.